بكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة على اليوتيوب. معكم الفنان توفيق الذهبي، عازف الأورج والموزع الموسيقي في البرنامج التعليمي للأورج بأشهر الأغاني العربية والمغاربية، وكذلك التعريف بالمقامات العربية. فالمرجو منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا ولنواصل أكثر. اليوم غنديروا المقطع الأول من أغنية يا بنت الناس للفنان عبد الهادي بالخيار، فابقوا معنا لتستفيدوا. اولا، اغنيه يا بنت الناس للفنان عبد الهادي بالخياط هي عجم على الضو، هي في مقام عجم على الضو، اي يساوي دو ماجور. وتكون بدون علامات سوداء، يعني بدون التراسيون، يعني بدون علامات موسيقيه على في السلم الموسيقي، يعني هو مقام فارغ. الان غادي ناخذ ايقاع حضاري على سرعه 96، ناخذ بطيء شيئا ما باش تقدروا تلاحظوا اكثر يعني طريقه العزف. فخدينا ايقاع حضاري على سرعه 96 وناخذ الجيتار نبداو به. كانت هي المقدمة الموسيقية، الآن غنديروها ببطء باش تعرفوها كيفاش تعزف. هاي كنبداو من ضوء من هنا. في الأول كنوصلو للصول، في الثاني كنوصلو للفا. ثم ناخذ الكمان من سي من هنا. ثم نديرو السولو. نعود هذه الأخيرة. من صول، من هنا من صول. ثم نعود للجيتار. الآن دابا غنعود المقدمة الموسيقية مع الغناء. Thank you.
باب ما هي مسدودة فايض بالمحبة والخير باب ما هي مسدودة وعليها واقف عساس فهميني وفهميني 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 للفنان العذاب الخياط. فأتمنى لكم استفادة وانتظروني إن شاء الله في المقطع الثاني والثالث. فإذا كنتم بغيتوا المقطع الثاني والثالث فاكتبوا لي في الكومنتر في التعليقات فإن شاء الله نعملوا المقطع الثاني والثالث. وأشكركم على وفائكم وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.